بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، السيد المدير العام الفاو، ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة، أرحب بكم في العراق في بغداد مدينة السلام، متمنين النجاح لهذا المؤتمر، هذا المؤتمر المهم في تحقيق غاياته وأهدافه، وأن يكون منطلقا للمزيد من التعاون والشراكة والتكامل في مجالات الأغذية والزراعة، وبما يحقق أهداف منظمتكم منظمة الفاو في خدمة مجتمعاتنا. كما أن حضوركم ومشاركتكم اليوم هما تعزيز لدور بغداد كمدينة للسلام وكعاصمة للسلام وعاصمة للقاء والتكامل وعاصمة للتكامل والتعاون والشراكة بين دول المنطقة والعالم. الحضور الكريم، منذ آلاف السنين استثمر أجدادنا القدامى هذه البقعة الجغرافية وهذه الأرض الكريمة الاستثنائية التي تمتعت بتربة خصبة وحابها الله من نهرين دجلة والفرات وبمناخ ملائم، واستطاعوا أن يحولوها إلى سهول منتجة مثمرة حتى صار يطلق عليها أرض السواد كناية بخصوبة أرضها وانتشار الزراعة فيها. ومن هذا المنطلق الإنساني التاريخ ينتقل إلى مؤتمركم اليوم، والذي يحمل عنوان التعافي ومعادة التشغيل، ويبحث شبر التطوير نظام ونظم وصناعة الغذائية والزراعية قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا العنوان يفرض علينا تشخيص التحديات الاستراتيجية والحلول والوصول لنتائج مرجوة استناداً إلى الإمكانيات المتاحة، وتشخيص التحديات والاستفادة من التجارب الإنسانية الرائدة في هذا المجال. اليوم يواجه العالم تحدي كبير في الجفاف، التصحر والتغيير المناخي، وهذا النوع من التحديات مضاعف في العراق بسبب غياب التحديث في منظومة الزراعية الحديثة والري لسنوات طويلة بسبب الحروب العبثية وبسبب الفساد وسوء الإدارة. وسابقاً كنا نعاني كثير من قلة الجود، ولكن اليوم علينا أن نعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح، وكذلك علينا من غياب الاستراتيجيات في مكافحة التصحر وإيجاد حلول لأزمة المياه. في العراق وعلى مستوى المنطقة والعالم نواجه أسئلة جوهرية: كيف سنواجه هذه الأزمات؟ وكيف نحقق الأمن الغذائي والمائي في بلداننا؟ وكيف نواجه التغييرات المناخية؟ بل كيف سنسلم أوطاننا إلى الأجيال القادمة؟ السيدات والسادة الكرام، المسؤولية الملقاة على عاتق الأجيال الحالية كبيرة، فالأزمة تطال الجميع بلا استثناء، وعلينا العمل بروح جماعية وبروح الفريق العمل الواحد حتى نترفع عن مصالحنا الضيقة وحساباتنا الخاصة، ونتمسك بروح التعاون والشراكة والانطلاق إلى التكامل في علاقاتنا لتحقيق أمن مائي وغذائي شامل، وسيقود بالضرورة إلى تطوير نمط الحياة في مجتمعاتنا وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. منطقة اليوم أيها الأعزاء تعيش ظروف معقدة وصعبة وتحديات كبيرة، وهناك تأثير للخلافات السياسية على نهضة هذه المنطقة مع الأسف الشديد، التي تمتلك كل مقومات النهوض، والحل يبدأ من تهديد مشاريع التنمية المستدامة خصوصاً على مستوى الأمن الغذائي والمائي لشعوبنا. يجب أن نتحلى بروح الفريق العمل الواحد، لأننا أبناء هذه الأرض واقون فيها، والتعاون والشراكة هما الخيار الطبيعي لنؤمن مستقبل أجيالنا القادمة وأبنائنا. لغة الحوار هي اللغة الوحيدة التي تخدم هذه الأهداف، والتفكير مشترك وتجنب الحلول الذاتية والأنانية التي لا ترعى مصالح الجوار هي الحجر أساس التعاون والشراكة فيما بيننا. والشراكة بدون ملل، فلا يمكن لمجتمعات أن ينمو على حساب مجتمع آخر. التجربة الإنسانية تقودنا إلى هذه الخلاصة ولا هذه النتيجة. نحن نسعى في العراق إلى تحقيق التكامل مع جيراننا جميعاً. لدينا مشاكل على مستوى المشاريع المقامة
في منابع دجلة والفرات يجب أن نعتمد مبدأ المصالح المشتركة والحوار لحلها بشكل يضمن مصالح الجميع. هناك مشتركات كثيرة نحتاج إلى العمل على حلها، مشتركات كثيرة في منطقتنا وعلينا نحسن إدارتها حتى نكرس مفهوم التعاون والشراكة بالعمل الحقيقي على هذه الأرض الخيرة. أشكركم لمجيئكم إلى بغداد وأرحب بكم مجدداً في بغداد التي هي بغدادكم، وأشكر منظمة الفاو على جهودها في العراق وتعاونها مع وزارة الزراعة. العراق هو عراق البشرية ومهد الحضارة، وهو أيضاً عراق المستقبل بصلابة شعبه وإصراره على الحياة وعلى روح الأمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.